احلى اشي برمضان روح التكافل والحب اللي بتصير بين الناس، الروح اللي بتحسها في كل اشي من حاجات رمضان الحلوة. يا سلام، لسه ايام زمان كانت اكتر من هالايام بكثير، بس الخير موجود وبنعدمش على مبادرات الشباب والصبايا الإبداعية والشغلات اللي جيلنا ما كانش متعود عليها. والمبادرات في رمضان وفي غير رمضان بتخليني أحس إنه الدنيا فيها خير. قبل كم يوم إجوني شابين وصبيتين شغالين على فكرة أعجبتني كتير، وقلت لازم أقولكم عليها عشان تطبقوها وين ما أنتوا. هاي المجموعة الرائعة أعطتني ورقة شرحوا لي فيها فكرتهم اللي سموها بنك الأكل الطعام قصدي، وهاي فكرتها زي فكرة البنك. لما سألتهم كيف قالوا لي منجيب الأكل اللي بدهم يتبرعوا فيه الناس اللي بيزيد منهم يعني، وخاصة في العزايم اللي بتكون كثيرة طبعا في رمضان. هذا غير المطاعم والفنادق اللي ياما بترمي أكل من اللي بيزيد ورا الناس. بيجوا الشباب والبنات بعد الفطور بلفوا على الأماكن هاي، بأخذوا منها الأكل وبستصلحوا منه المليح وبرتبوه بزبطوه وبغلفوه وبرجعوا بوزعوه على الناس المحتاجة لهذا الأكل. اللي بنفع يخلوه لبكرة في البرادات ويسخنوه للناس بخلوه عشان يوزعوه ثاني يوم قبل الفطور، واللي بنفعش بيتوه بوزعوه بنفس اليوم لحتى تقدر الناس اللي أفطرت خبز وشاي أو زعتر وملح تأكل وتشبع وما تنحرم من إشي. المبادرات هاي هي روح رمضان، هي روح الشباب، وهي اللي لسه بتخليني أحس إنه الدنيا فيها خير. لما قلت لسليم الفجرة قال يابا خلي الشباب يعملوا مشتاق هاشتاق يا زلمي هاشتاق، هي هاي ماشي هاشتاق هاشتاق هذا تبع تويتر ولا أبصر شو اسمه، الشباب والصبايا بيكتبوا عليه مبادراتهم وأفكارهم في رمضان عشان الكل يستفيد منها، وأنا راح أحكي عنها. وخلوا رمضان مبادرات، واللي بدري بدري واللي بدريش بيقول شف عدس.